تعبنا ما ضاع، الحمد لله قادرين الحين نفرح اهلنا. هذا الزم معنا في الدنيا اني افرح اهلي، اقل مما نقدمه الوالدين على التعب اللي تعبوه طول هالسنين هذه معانا، ويستاهلون ان شاء الله عسانا نلحق جزاهم باذن الله. بعد عناء وتعب شديد وصلنا لمبتغانا ومرادنا، باذن الله ما وقف طريقنا شيء ونكمل باذن الله، وان شاء الله ندفع الى التنميه ونطمح لها على الشهادات باذن الله. والله هديها لاهلي ابوي وامي واخواني والعائله الكريمه كلها. كون الابن البكر واول خريج في العائله، فشعور لا يوصف ومشاعر متداخله من الفرح والسعاده، ونسال الله لهم التوفيق، والف شكر للجامعه لهذا التنظيم وما قدموه لهؤلاء الابناء. اللهم لك الحمد، سعاده لا توصف وفرحه لا توصف، وعجبتني التنظيم. نشكركم جدا ونشكركم على الماده العلميه اللي قدمتوها لهم طوال الترم، يعني لدرجه اني كنت ألومه في بعض الأحيان عن الاتصالات وعن ما شابه ذلك، وكان يتعذر بكثرة واجباتك وحرصه، وهذا أثمر لله الحمد فيما نشوفه إن شاء الله. الحمد لله، شعورنا يا ربي لك الحمد، والله ما نوصف. الله يصلحه ويصلح لكم بالنية والذرية ويصلح الجميع كلهم الشباب وينفع بهم إن شاء الله لما